بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. السلام عليكم أيها الأحرار الأوفياء الأصفياء. السلام عليكن أيتها الحرائر الثابتات الصامدات. السلام على عوائل الشهداء أهل العطاء والصفاء. السلام على عوائل السجناء. السلام على رموزنا وأولادنا وبناتنا القابعون في السجن بغير ذنب ارتكبوه. هم حقا أبرياء 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 بشهادة الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. أحبتي، نرجع إلى هذه الآية المباركة، قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لكل إنسان حق، ولكل إنسان كرامة، ولكل إنسان مستوى ينبغي أن يصعد به نحو السمو ونحو العزة والكرامة والحرية. لا فرق بين دين ومذهب ولغة، كما قال صلى الله عليه وآله: الناس سواسية كأسنان المسك. لكل إنسان كرامة، لكل إنسان حق مشروع، لكل فرد ومواطن حقوق كثيرة ينبغي أن يعيشها كما يعيش كل مواطن صالح في بلد المواطن. من أجل ذلك نقول على أن شعب البحرين بعد أن قدم ما قدم من الأضاحي، وبعد أن حصل ما حصل من المداهمات من سجن وقتل وتشريد ومطاردة، لا بد له أن يحظى بنصيبه وحقه المشروع الذي لا بد له من الحصول عليه كمواطن يعيش في بلده، يعيش في وطنه. هذا الحق هو الذي يقرره بنفسه، هو الذي يطلبه بنفسه، هو الذي يسعى من أجله لنيل كرامته، لأجل حقوقه، لأجل عزته، لأجل حريته. ينبغي أن يسعى في هذه الأرض، في هذه التربة الطاهرة، لينال ما ينال غيره من المواطنة. فإذن بما أن الشعب هو مصدر السلطات وكل يقرها، الخاص والعام في الغرب وفي الشرق، أن الشعب مصدر السلطات، فلا بد له من تقرير مصيره بنفسه. لا بد أن يكون عزيزاً، لا بد أن يكون كريماً، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. كرمهم بماذا؟ يكرمهم بالعزة، يكرمهم بالشرف، يكرمه بالحرية، يكرمه بالسمو، يكرمه بالرفعة. لابد أن يعيش
ويحصل على جميع حقوق المواطنة من سكن ومن عمل ومن إبداء وجهة نظر ومن حرية وما شاكل. هذا هو الذي ينبغي أن يعلمه كل أحد مهما بلغ مستواه في القوة، فلا بد أن يرجع إلى حق. وافرح من صلى على محمد وآله.